في المكان المناسب للتغذية المناسبة من رأسية خالد الهادري، يعني ممكن تكون بالإعادة غير واضحة بقوتها الحقيقية، لكن الكرة كانت قوية وهي رايحة للمرمى، لكن برافو إجلك حميد رضي الله. وهذه اللقطة اللي كانت ممكن تكون فيها فرصة لمحسن الخالدي بأن يحرز هدف ثاني من خطأ أيضا حميد رضي الله بالتمرير، لكن ما استفاد منه خالد الهادري او محسن الخادي بالتسديد على المرمى. اذا سلامات لرائد صالح هو في ارضيه الملعب، يتلقى ايضا العلاج ولقاء ليجمع منتخب الكويت ومنتخب عمان في خليجي 23 بحضور جماهير الحديده واضح بصوره جميل جدا، اكثر من 65 ألف متفرج يتابع هذا اللقاء ما بين الفريقين في خليجي 23، والكويت صاحب 10 ألقاب من دورات الخليج، يعني المفارقة أن منتخب الكويت إلى الدورة الرابعة لم يخسر أي مباراة، ما بين الفوز والتعادل كان هو حاصل نتائج منتخب الكويت كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني. وفي فاول، فاول لصالح منتخب الكويت، فاول لصالح منتخب الكويت، كرة اللعب علي مصير، ضاري سعيد، فهد الهادري منتخب الكويت بعد الجوله الاولى عنده هدف واحد عن طريق عبد الله البريكي في مرمى المنتخب السعودي، بينما في مرمى منتخب الكويت هدفين، المنتخب العماني عليه هدف من المنتخب الاماراتي، لكن الان المنتخب العماني عنده هدف في مرمى منتخب الكويت، فاول لصالح منتخب الكويت والذي مستوى على التنفيذ، واللعبة أكيد راح تكون فيها جميلة، أتمنى أن يأتي هدف التعادل، لأن نشوف هدف للأزرق بدر مستوى كرة مرمى في حق الله، الله! اضربت العادة، ليس سايب عبد الله
اضربت العب لو الكره لخارج الملعب لخارج الملعب. العادة حلوة يصل زايد بيحط لك كرة براسه الحقيقة، لكن ما زال الوقت موجود لإحراز هدف، والمنتخب العماني نجح بهدف عن طريق ركلة الجزاء وفوز اليوم للفريقين مهم جدا للاستمرار في المنافسة للعبور إلى دور القمل النهائي. كرة ملعوبة في الأرض إلى فيصل زايد، رضا هاني بلا هجمة، الاستحواذ مهم جدا الحقيقة إذا أراد منتخب الكويت أن يأتي بهدف. كرة في اللعب لكن مرجوعة كرة لصالح المنتخب العماني. سعد بن خيمي زهد أي يمين اللي أصبحت الآن أو ما زالت هي الشاغرة. شيء جميل لأحمدي أيمن يتقدم أمام زميله سعد بن خيمي، يعطي أيضا قوة في الأداء، وشايف ممكن يكون في تغيير غادي. في تغيير غادي فيصل عجب. بوليس مونياك كرة ملعوبة إلى أدري ميشيلها، رضا هاني اللي يكملها. فيصل عجب. فيصل عجب ممكن يكون هو البديل القادم. كرة اللعب. لأن العنيسي براسه، فيصل زاد بيحاول، لكن كتبوه بدر القوي بيحاول. يشيلها أحمد بن مبارك. غاد صالح. كرة ما بين شيء على المصيد ولعبة طويلة، لكن رسالة لصالح دفاع المنتخب العماني. حمد مسلمي وفي لاعب بقية الملعب ممكن يكون رائد صالح. سلامات رائد صالح. رائد صالح لعبة للاحتفال ابن. ما زال منتخب الكويت يبحث عن هدف يعادل هذا الهدف. منتخب الكويت يبحث عن هدف يعادل فيه النتيجة ويرضي هذه الجماهير الحمر اليوم، يعني جمهور منتخب الكويت حمر وآجل وشجع في المباراة الأولى في الافتتاح، وهذه المباراة يعني الجمهور الحقيقي ما قصر ما قصر في متابعة ومؤازرة منتخب الكويت، ويطمح هذا الجمهور بتحقيق المستوى والنتيجة. كرة اللعب هذا الأدري والاستعداد لدخول اللاعب البديل فيصل عجب، واحد من أميز الهجوم أو في خط الهجوم من أميز اللاعبين، من تكون في استفادة الحقيقة لهذا النجم فيصل عجب. كرة ملعوبة عبد الله المبرجي بالأمام إلى فيصل زايد، لكن يتابع فيصل العنزي. مقطوعة كرة لصالح المنتخب العماني. مقطوعة بدر مطوع حلوة الكرة. يتابع سعد الغني إلى المسلمي بيلعبها جهة اليسار. تبي يطلع الكرة في نصف الملعب رضا هاني. بدر مطوع يعطي مجموع كبير. بدر مطوع تواجد في المناطق المهمة في ملعب المنتخب العماني. رضا هاني كرة مع المنتخب الكويت. بدر مطوع يلعب كرة عرضية والمحاولة، لكن في شوط من راس مساعد الغيمي يرجع مرة ثانية في نصف الملعب. يتابع مجموعة كرة لصالح منتخب الكويت. سامي صالح. سامي صالح يحاول يلعب عرضية بدر مطوع يتابعها يلعب مرة ثانية للعنزي، لكن مرت بجانب القائم الأيمن على يمين حارس المرمى. شايف ايضا كرة لخارج الملعب اذا كبير. دخول اللاعب فيصل عجب وخروج عبد الله المبرشي. اولى تغييرات وليد بويا لمت حتى
عبد الله البريتي يوقف فيصل عدلك. فيصل عدلك اولى تمريرات زونياك في هذا اللقاء. من التوفيق لفيصل عدل. كره ملعوبه طويله لصالح المنتخب العماني. يرجع مره ثانيه يعاود فيصل عدل ايضا يتابع من امام المسلمي لكن بيجيله محمد المسلمي لفيصل عدل. فيصل عدل من التوفيق لفيصل عدل لمساندة الجملاء علي مصيد. كره لصالح منتخب الكويت. العوض من محاوله لكن في شام لصالح المنتخب العماني. يرجع مره ثانيه لصالح منتخب الكويت. هل ينجح منتخب الكويت في فتح ثغرة ممكن يستفيد منها في هجماته للمرحلة القادمة؟ كرة للعب نظر لكن بعيدة عن الجميع تروح سالة لفايز الرشيدي حارس مرمى المنتخب العماني. حارس مرمى المنتخب العماني فايز الرشيدي. واحد عمان لا شيء الكويت. احداث الشوط الثاني. كرة للعب بالنص فيصل زايد الى علي مصيد. كرة معاه الى بيت اليمين بدر مطوع يحاول بيت اليمين يحاول يمر لكن تلقي الكرة لخارج الملعب ركلة مرمى. ركلة مرمى بدر مطوع الى الان هو ابرز الهدافين عنده ما يقارب 12 هدف وفي تغيير غادر. في تغيير غادر ياسين بن خليل. ياسين بن خليل وخروج اللاعب محسن الخادي. تغيير اول لصالح المنتخب العماني. تغيير لصالح المنتخب العماني محسن الخادي ويدخل هذا اللاعب الواقع الصوره ياسين بن خليل الشيابي. كره ملعوبه لصالح المنتخب العماني. يحاول يتقدم فهد بن سعيد. بالنص سعد بن خليل جهه اليمين لصالح المنتخب العماني. مع ياسين بن خليل لكن مرر الى راس صالح. احمد بن مبارك والمحاوله بيد اليسار صالح المنتخب العماني. يشيل الله لسعيد في متابعة ياسين بن خليل لكن اقرب لها حارس مرمى منتخب الكويت حميد لبي الله في العمل طويلة الى فيصل عجب. يحاول لكن ايضا في تغطية من فهم بن سعيد. يرجع لصالح منتخب الكويت. فيصل زايد نص الملعب بدر المتطوع. فيصل زايد حلوة وتو. فيصل الى فيصل عجب. فيصل الى فهد العليزي لصالح منتخب الكويت وفي تحرك ايجابي يلعب الراس لكن مرت. مرت من فيصل عجب. حلوه حلوه اللمسات حلوه النقلات لكن اللمسه الاخيره كانت بعيده عن فيصل عجب. بعيده عن فيصل عجب في خارج الملعب. وباقي تقريبا 14 دقيقه. مرت 76 دقيقة من أحداث المباراة وتحرك يمكن فيها يعني أفضلية نسبيا لصالح منتخب الكويت بعد الهدف. كرة ملعوبة لصالح منتخب الكويت مقطوعة. صالح المنتخب العماني ياسين بن خليل البديل لصالح المنتخب العماني. احمد بن مبارك فهمي بن سعيد. احمد بن مبارك
كرة الرجال يتابع عمد المطوع ليزر العدل يتابع عمد المسلم يشيلها يروح إلى بن العنزي يتأخذ الكوين يحاول يكمل فيها بن العنزي أيضا يتابع لكن مدفوعة كرة لصالح رائد صالح رائد صالح لكن الكرة وفيها روح رياضية حقيقية فيها روح رياضية حقيقية وبرافو من لاعبين منتخب الكويت لأن اللاعب رائد صالح بعد استلام الكرة شعر بإصابة شعر بإصابة ومن ثم أيضا فيها روح رياضية كبيرة حقيقية عدم استمرار اللعب لاعبين منتخب الكويت يدل على أن ما زالت هي صحيح أن فيها تنافسية هذه المباراة لكن الروح الرياضية في المنافسة هي فيها أفضلية فيها أفضلية إلى سلامات لاعب المنتخب العماني رائد صالح وطموح ما زال حاضر مع هذه الجماهير الحاضرة ومن استاد جامل الدولي والتحية لكم موصولة لكل من يتابعنا تغيير إذن في هذه اللحظات هو التغيير الثاني خروج اللاعب فان العنزي ودخول اللاعب محمد سعد تغيير ثاني هجومي لمساندة هجوم منتخب الكويت في الدقائق المتبقية تقريبا 11 دقيقة كرة ملعوبة ليس زايد بدل المطوع ليس العجل كرة ملعوبة في الأمام إلى مالي سعيد يد اليسار بدل المطوع بغير اليد لاحظ منطقة جزاء لكن تشال روح لصالح المنتخب العماني علي مصير قاطعها لصالح منتخب الكويت لكن كبيرة بعيدة يسيطر عليها سعد الخيلي يرسلها في الأمام منتخب العماني خالد الهاجري كرة ما فيها شيء بن خليل في نص الملعب إلى محمد المسلم كرة من النص حسين حاكم رضا هاني لصالح منتخب الكويت يأتي هدف في العشر دقائق المتبقية من أحداث الشوط الثاني هل ينجح بنياك في تغييراته بدخول للمهاجم فيصل زايد بعد الكرة هذا من الله حلوة فيصل عجب فيصل عجب يحط الكرة في راسه شوف شوف لعبة حلوة فيصل عجب حلوة فيصل عجب فيصل عجب شوف شوف محاولة فيصل عجب حلوة الكرة الحقيقة تابعها من فيصل زايد لكن مرت بجانب القائم الأيمن للمنتخب العماني كانت ممكن تكون جول إذا شايف أيضا المنتخب العماني يجري تغيير ثاني وجد لاعب رائد صالح تغيير اضطراري كرة اللعب ماري سعيد إلى فيصل زايد يحاول يمر مر ما بين الاثنين فيصل زايد يحاول الثالث واحتكاك وفي فاول 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 لصالح منتخب الكويت فاول لصالح منتخب الكويت فاول في مكان خطر على مرمى المنتخب العماني وعلى لاعبين منتخب الكويت الاستفاده من هذا المكان لان هي فرصة لوجود هدف فرصة لهدف الآن للكرة ذاتها وشايف حسين حاكم وعلي المقصيد على التنفيذ وحسين حاكم عنده أهداف كثيرة من هذا المكان هل يجي حسين حاكم؟ حسين حاكم حسين
الحاكم بعذره، لكن ضربت عذر مثلا يتابع مثلا ثاني الشوط، لكن مرت كان في شغب الحقيقه من جماهير بان يكون في هدف في هذه اللحظات، لكن الكره لخارج الملعب ايضا تغيير ثالث خروج رضا هاني ودخول احمد الظفيري يملي عدها يوم يحاول يتابع فيصل زايد، لكن ايضا مرت بعيده عن مرمى المنتخب العماني. اذا التغييرات اكتملت لدى بوليس مونياك بعد دخول احمد الظفيري بديلا عن رضا هاني، كره ملعوبه لصالح المنتخب العماني، حاول كره من خطوره لكن بخطوه يرجع مره ثانيه لصالح المنتخب العماني يشيل الثالث لصالح فيصل، محمد سعد يراجع يساند، تطلع الكره لخارج الملعب، كره لخارج الملعب، اذا بديل اللاعب رائد صالح، دخول اللاعب سعود الفارسي اذا هو البديل عن رائد صالح، كره اللعب منتخب الكويت علي مقصيد فهد الادري والدخول كامل للاعبين المنتخب الكويتي في ملعب المنتخب العماني، الدقائق الا السبع الاخيره تفصلنا، فيصل زايد كره ملعوبه للثانيه لكن مقطوعه لصالح المنتخب العماني اللي بيحاول يبعد الكره عن تركيز المنتخب الكويتي، فهد الادري بدل المطوع واحد عمان ناشئ الكويت، كرة اللعب ضميري الى علي مصيد، غالي سعيد بدل المطوع نغلة الى جهة اليسار، فيصل زايد يحاول يمر لكن التغطية من سعد الخيلي اللي خارج الملعب ظهير الايسر وايمن المنتخب العماني، غالي سعيد علي مصيد بدل المطوع لفت الان منتخب الكويت لكن تفشل، سامي صالح رجعها الى غالي سعيد يعطى مراته يتابع علي مقصيد ياخذ مطوه اليسار بيحاول يمر لكن ويطلع الكره تفشل ناحيه خالد الادري متابعه من ياسر بن هليل مقطوعه من احمد الظهيري الى فيصل زايد لصالح منتخب الكويت، الظفيري الى غالي سعيد فيصل زايد ياخذ مطوه اليسار يحاول يلعبها لكن يغطي ايضا حضره من ثاني بن سعيد كورنر لصالح منتخب الكويت، كورنر ملعوب على طول الى غالي سعيد يلعب اداء مطوه اليسار ومحاوله الحضرات لكن اقرب لها فايز الرشيدي لعبه كانت سريعه من كورنر السابقه كانت هجمه سابقه لصالح المنتخب العماني لكن النتيجه ما زالت واحد للمنتخب العماني لا شيء، منتخب الكويت كره اللعبه بدر مطوع في الامام محمد سعد كره محاوله حلوه جميله علي مصير حارس المرمى محمد سعد، كرة لحارس المرمى فايز الرشيدي كرة ملعوبة لصالح المنتخب العماني يتابع حميد الجلاط تحضير هجمة جديدة لصالح منتخب الكويت، علي مقصيد أكثر استحواذ في العشرين دقيقة الأخيرة منتخب الكويت لكن اللمسة الأخيرة هي من تلقي منتخب الكويت في أفضلية التعادل والمطلوب هدف التعادل، أحمد بن مبارك
الظفيري الى جبال غالي سعيد احمد الظفيري رجوع كامل للاعبين المنتخب العماني لان الدقائق هي الاخيره اللي تفصل هذا اللقاء تقريبا ثلاث دقائق مرت 87 دقيقه من احداث المباراه احمد الظفيري لصالح منتخب الكويت بديل المتطوع الى فيصل زايد بن علاء كره عرضيه محاوله لكن بعيده يتابع سالم الصالح لكن تطول منه يتابعها ايضا لعلي مصيد الى اللي يدفعها داخل منطقه الجزاء لعبد الله بن المتطوع هي نفسها بيشوط الكره لكن سالم في حاله المرمى رايز الرشيد رايز الرشيدي اللي بدا يكون اكثر حضورا اكثر حضورا في الدقائق الأخيرة يدل على أن وصول الكرة لمرمى المنتخب العماني لكن بعيد عن الخطورة وبعيد عن التهديد اللي ممكن يستفيد منه منتخب الكويت أحمد الظفيري الآن الانطلاقة السريعة جهة اليسار مع فيصل زايد فيصل زايد إلى أحمد الظفيري يحاول على لكن يغطي أحمد بن مبارك إلى سعد الخيري اللي اصبح الان بعيد عن انطلاقات جهه اليمين يتابع فادي رادي لصالح منتخب الكويت زين حاتم زين حاتم ضاغط منتخب الكويت ضاغط منتخب الكويت علي مقصيد يلعب جهه اليسار بدر مطوع بدر مطوع حلوه اللعبه مرات له مرات جزاء فيصل زايد يحاول لكن بيرجع الى الخلف الى احمد الظفيري ممكن يلعبها كره عرضيه والمحاوله تلعب مرات لكن تشال ايضا دفاع المنتخب العماني يتابعها ما زالت الكره لصالح منتخب الكويت مقطوعه كره احمد بن مبارك لصالح المنتخب العماني وفي خطا لصالح منتخب العماني وانذار انذار فعلا كان في تقلب سامي صالح في تاكيد للهجمه ثم ايضا مسك اللاعب وانذار مستحق لسامي الصالح هي اخطاء تكتيكيه هي اللي يحاول يستفيد منها منتخب الكويت في هذه اللحظات لانه هو ضاغط في الدقائق تقريبا ال 25 الاخيره كان هو الاكثر استحواذ وضاغط بشكل واضح لكن الامور كما هي ما تغيرت اللفته الاخيره يفقدها اذا منتخب الكويت سلامات سلامات لعلي بوسعيدي اذا ينجح المنتخب العماني في الدقيقه 12 باحراز هدف التقدم عن طريق ركله الجزاء لبدا احمد بن مبارك اذا خمس دقائق يضعها حكم المباراه مسعود العلباء خمس دقائق اذا يضع وقت بدا الضايع حكم المباراه ودخلنا في اجواء الخمس دقائق وسلامات ايضا شايف تغيير قادم لصالح المنتخب العماني سعد الخيري هو من يغادر الملعب سلامات ودخول ايضا اللاعب محمود بن مبروك المشيبري وفرحة عمانية في مدرجات استاذ جابر محمود بن مبروك المشيبري اذا الوقت من الضايع الوقت من الضايع فهو لصالح المنتخب العماني ملعوبة طويلة ناحية خالد الهاجري ومعاه فهد الهادري بعض مراته خالد الهادري لكن سال الكرة لحارس المرمى حميد القلاط متأخر منتخب الكويت هل يأتي هدف هدف التعادل مطلوب أم يحافظ المنتخب العماني على هذا التقدم كرة ملعوبة أحمد الظفيري لكن الكرة لخارج الملعب رمية تماس رمي التماس هذه الجماهير اللي كانت تطمح لان يكون
اول فوز في البطوله لصالح منتخب الكويت، لكن الامور الى الان واحد المنتخب العماني لا شيء منتخب الكويت. كره اللعب ضمير اللي يحاول تشال يتابعها فهد الهاجري الى علي المقصيد منتخب الكويت. علي المقصيد اذا مستمر في الموسم الضايع اللي مرت منه الان دقيقتين ليست زايد، لكن تطلع من الكره لخارج الملعب، لخارج الملعب رميه تماس، رميه تماس ليست زايد، رميه تماس. لان حتى تشجيع جماهير المنتخب العماني اصبحت هي الحاضرة، لان الفوز ما زال حاضر لصالح المنتخب العماني، والجماهير الكويتيه ناطره هدف، هدف المكمل الضايع. كره اللعب لصالح المنتخب العماني جهه اليسار، والكره لخارج الملعب رميه تماس لصالح منتخب الكويت. سامي الصالح، سيد حاكم يلعبها، حاول يتابعها ليس زايد، محمد سعد لكن تشال، ياسين بن خليل شيلها ايضا، سيد حاكم، علي المقصيد، المظفيري احمد، بدر مطاوع يلعبها داخل منطقه الجزاء، لكن تغطيه دفاعيه عمانيه، بدر مطاوع اللي يحاول، الموقف بدر مطاوع، ممكن عرضيه، يلعب مرات، تعاون الله، غالي سعيد، مرت فرصه حلوه الحقيقه لغالي سعيد، ترى من عمر طويله الى خالد الادري لصالح المنتخب العماني. خالد الادري يلعبها الى امام وجوه محاوله، لكن مقطوعه كره لصالح منتخب الكويت. علي المقصيد الى فيصل زايد، صالح منتخب الكويت الى فيصل عجب، يشيل ايضا من امامه دفاع المنتخب العماني لخارج الملعب. كره اللعب احمد المظفيري، علي مصيد مع غالي سعيد، علي مصيد مره ثانيه، علي مصيد يلعبها طويله داخل منطقه الجزاء، والمحاوله لسامي الصانع، لكن التغطيه ايضا حمراء. منتخب عمان يحاول يحافظ على الهدف، ومنتخب الكويت يحاول ان يضع هدف. كره ملعوبه مراس، محاوله لكن تطول، يتابعها ايضا ياسين بن خليل، والكره طول. اذا سافرت سعود العذبه تنهي احداث هذا اللقاء، فوز المنتخب العماني امام منتخب الكويت بهدف مقابل لا شيء. مبروك للمنتخب العماني، هارجت منتخب الكويت ثاني جولات خليجي 23، اذا ينجح المنتخب العماني بكسب 3 نقاط، ليصبح برصيد 4 نقاط بهذا الفوز امام منتخب الكويت. والكويت 0 من النقاط بهذه الخساره الثانيه. اذا نذهب مشاهدينا متابعينا للسجل التحليلي، لكم مني اجمل تحيه، الى اللقاء.